عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل سور، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. عمو حسن بالحب جينا، عد بينا كل مينا وكل سور، حكينا عن ماضينا أكثر، بكرة نكبر بكرة نقدر نشع نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوا عليه. شكرا حبايبي، الله يرضى عليكم ويسعدكم ويوفقكم ويحفظكم أنتوا وأهاليكم وآبائكم وأمهاتكم، قولوا آمين. ويرزقنا من واسع فضله يا رب. إيوة يا ولادي، إذا ربنا رزقك وسترك ووفقك فأنت سعيد. خلاص بالله، إيش تبغى في الدنيا دي غير السعادة والرزق والهناء وراحة البال؟ تبغى شيء تاني؟ لا، بس العمل لازم. أول شيء لازم تعمل رضا العمل الصالح، رضا الله ورضا الوالدين. أحسن. قصتنا اليوم مرة حلوة، اسمها جرة الذهب. جرة الذهب، واحد راجل باع بيت لواحد راجل تاني. لنفرض أنه معاذ الغامدي باع البيت لعبد المجيد العمري. أنت اشتريت البيت، قل له بيعني البيت. بيعني البيت. بعتك البيت. اشترى البيت وراح، راح على بيته الراجل الأمور الكتكوت اللي هو عبد المجيد العمري. راح بيته، اشترى البيت، راح البيت اللي هو اشتراه يعني. فك الباب، دخل، عاش، سامع صوت في الجدار كده غريب. خبط، لقي الجدار يتحرك. الله، ايه ده؟ قصة غريبة. القصة دي طبعا مروية في صحيح البخاري بالمناسبة يعني. ضرب، انكسر الجدار، واذا جرة فيها ذهب. تخيلوا معايا جرة الذهب. جرة فيها ذهب كبيرة. أيوة كبيرة. كبيرة ما هي كبيرة يعني، كانت نص متوسطة. متوسطة يعني. سندرينا بس القصة كده. القصة كده. حنخش كبيرة وصغيرة يعني دحين. هي 5 كيلو وثلاث أرباع. خلاص. عبد المجيد العمري راح لمعاذ الغامدي، قال له اسمع يا طويل العمر، أنا اشتريت البيت ما اشتريت الذهب، خد ذهبك. عبد المجيد قال له أنا بعتك البيت باللي فيه. ما هو حق الذهب. قال له يا ابوي انا ما اخذ ذهب مولية، ده ذهبك. وجلسوا تخاصموا، انت خذ الذهب، انت مو حق. دحين طبعا لو واحد انا ما اخذ ذهب يجيبوه، اذا ما يجيبوه اهو فهد يقول لك هات، اذا ما تبغى هات الذهب. هاي مطيري، تبغى الذهب؟ لا خلي اصحابه. خلي اصحابه. اذا اثنين خاصموا على الذهب، امانه، امانه من هذا وامانه من هذا. كل واحد يخاف ياخذ حرام. ياخذ حرام طبعا. يمكن بعض الناس لو كانوا اللي بالك بالك يقول له يا عمي هات الذهب وهات البيت كمان، وروح يقول له اصلا مثل على طول. الرجال اصلا مش عارف الذهب ياخذ، ما رجع من غير مناقشه. وهم بيتكلموا كان مارر ابراهيم كردي. الله. ايوه يا اخويا، كان مارر ابراهيم كردي في الطريق، شافهم بتخاصموا، قال لهم ايش بكم تتخاصموا؟ قالوا له هذه القصة كده وكده وكده، جرة الذهب ومدري. قال لهم انا عندي الحل. نقسمها. لا قرعة. ها يا خالد، ولد فلان يتزوج من بنت الثاني. يا الله، ويصرفون عليهم الذهب. يا الله يا ناس، انتوا عباقرة، انتوا عباقرة. انت عباقرة برضو. انت عباقرة. هو مو فاهم. عشان اقول لك، خالد المطري قال المصلح قال لهم ألك ولد؟ قال نعم. ألك بنت؟ قال نعم. قال زوجوا البنت بالولد وأصرفوا عليهما من الذهب الذي وجد في الذرة في الجرة. فهذا جاب بنته وهذا جاب ولده، وقالوا لهم يلا اتزوجوا، وربنا وفق بينهم وسووا زواج في قاعة مرة فخمة VIP، وجابوا بوفيه مرة حلو، وجابوا واحد فيكم برضو يعني غنى لهم أغنية حلوة. انتوا داخلين في مشاكل. ما جابوا أحد، ما جابوا أحد. جابوا مشاري العفاسي غنى لهم أغنية حلوة ونشيد جميل، أو جابوا سامي يوسف عمل لهم نشيد مرة جميل، وسووا الزواج وصرفوا عليه بالذهب اللي موجود. الآن بسرعة باقي لنا الآن دقيقة واحدة، نبغى نعرف قد إيش نطلع بفوائد وعبر من هذه القصة الحلوة يا أولادي. مين حيبدأ الفوائد والعبر من هؤلاء الشباب العظماء؟ فهد الغامدي بصوت عالي. إنه من الصفات الحسنة قديما
انه كان الواحد يخاف انه ياخذ شيء حرام، بعكس ما يحصل من البعض الان انه مشي حالك وياكل الحرام. طيب لا الحرام طيب. لا طيب لا مو طيب. حلو. لا بدنا نستغرب عليه. طيب الحرام والحلو. الله تفضل. كمان انه اذا لقيت شيء مو حقك رجع لصاحبه. ايوه شيء مو خليه مكانه او خليه مكانه. الله يسعدكم. لا بيجي ولدك ياخذه. لا لا خلاص. اذا اولادي نختم باللقاء ده والقصه دي بفائده مره مهمه. الامانه مهمه. الامانه مهمه. احبك يا امانه. احبك يا امانه. انا عارف انكم حتقتلوني بعد الحلقه لكن معلش لا مش خلوني انا احب الامانه الواحد. احبك يا امانه. الامانه محبوبه. في بنت اسمها أمانة. يلا خلاص ما دام دخلنا في المشاكل نختم اللقاء ونقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم حسن بالحب جينا عد بينا كل مينا وكل سوء حكينا عن ماضينا أكثر بكرة نكبر بكرة نقدر نشعنه. كنا بالهدايا للفخر والمجد آية والجلال حكينا تاريخ البطولة والطليعة والرجولة احنا ازهار الطفولة والجمال. عم حسن بالحب جينا عد بينا كل مينا وكل سور حكينا عن ماضينا اكثر بكرة نكبر.